كيف أن الورع من الصبر، الورع اللي هو ترك بعض ما يجوز خوفا من الوقوع فيما لا يجوز، ده يسمى الايه؟ الورع. ترك بعض ما يجوز خوفا من الوقوع فيما لا يجوز، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد. هذا الأمر يحتاج إلى جهاد، والجهاد يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. والجهاد يحتاج إلى صبر.